الإخوان، الاسم الكامل ديالي حميد ناصف، كنقلب على خي مختفي يوسف ناصف اللي تغيب هذه تقريبا شي سيمانه. الله يرحم لكم الوالدين، اللي شافوا ولا اللي عرف عليه شي خبر اتصل بينا عافاك على واحد الرقم هو غيبا ان شاء الله على الشاشه، والله يجازيكم بخير. هو مريض نفسيا، ما اضطرابات نفسيه، كيعاني من واحد المرض مزمن، مرض نفسي مسكين. واخا كتسقسيه ما كيعرفش، كيعطيك يخرج يدخل في الهضره، يعني الهضره ديالو ماشي هي هذيك بالتدقيق. الله يجازيكم بخير، عينا ما نقلبوا حومه بحومه، زنقه بزنقه. والله العظيم راه عييت صراحه راسي، والله العظيم الى دخل اخوان ولا اله الا الله محمد رسول الله اللي شافوا. الله يجازيكم بخير، ما يبخلش علينا. شحال العمر ديالو؟ العمر ديالو 38 تقريبا، 38 سنة. شحال هادي باش خرج الدار؟ تقريبا سيمانة، من الخميس والخميس راه سيمانة دابا تقريبا. ما نعرفش صراحة، والله العظيم إلا صراحة الأم ماتت الله يرحمها 2010، 2010 توفات. هو أصلا مريض دابا 17 سنة تقريبا قبل ما توفى الوالد. وصراحة يا ديال الإخوان راه عينا من الله العظيم، عينا من قلبوا دخنا وتجأنا الصحافة عاود على الله إلا اللي شافوا شي واحد. ترانكيل ما كيضرب حد، ما كي أدي حد، زعما داخل سوق راسو اللي عنده مع راسو مريض نفساني، كي داكشي كيعاودوا راسو من داخل، كيخلي في النفس ديالو. نا الإخوة الله يجازيكم بخير، ما بغيناش زعما يوقع له شي مشكل ولا هذا. يعني حنايا والله الا غنتسطاو عينا ما فتشو، عينا ما نقلبو، زعما ما خلينا الزنقه بزنقه. ما بغيناش يوقع له زعما شي مشكل ولا يضربوا شي واحد، اللي تعدى عليه شي واحد زنقه صعيبه. و راك تعرفوا الشارع كيفاش عامل. هو انسان ترانكيل، ما كيأدي حد، ما كيضرب حد، داخل سوق راسو قدر الله. وهاد الاخوان مره كيخرج من الدار، كيرجع من الدار، حنا كنقولوا له رجع وكذا، وهادي كيرجع. ودابا هاد المره هادي غايب بزاف، سيمانه راه عينا ما نقلبو صراحه. ما خلينا حومه، ما خلينا طنجة البالية، ساكن في السنة ديال طنجة البالية. يعني عينا الإخوان الله يجازيكم بخير، ما كرهناش زعما اللي شافوا اتصل بينا على رقم في الشاشة، والله يجازيكم بخير. الإخوان مشينا للمستشفى محمد السادس ومحمد الخامس والمستشفى الأمراض العقلية اللي في بني مكادة، وما كاين حتى شي خبر عليه والو. عينا ما ندوروش معي ما نسقسي، وما كاين شي خبر زعما، قالوا لنا ما شافوش. ما يعني بقينا محتارين، يكون ناعس في شي زنقة بحال واليكم في شي بلاصه مناعس، وحنا ما رديناش في البال. مشينا المستودع الاموات هو والو. يعني اخوان الله يجازيكم بخير، راح على الطريقه الله يجازيكم بخير، عفاكم تعاونوا معنا، وهادشي اللي نطلب منكم الله يجازيكم بخير. الله يحفظ جميع مسلم، هادشي اللي نقول.